تبي بتدخل. طب دكتورة وفاء، حضرتك مش ملاحظة انه المدارس الأجنبية تدريس اللغة العربية تلتة فيها سيء؟ مش سيء في كل المدارس، هو ممكن يكون سيء في بعض المدارس، لكن خليني اختار كلمة اذا سمحتي لي غير سيء. ضعيف. ضعيف ما هي برضو. او واهي، ايه رايك في واهي دي؟ زي الفل. صحيح. ايوه بس انا مش موافقه حضرتك على كده، لان احنا يعني مثلا في المدرسه اللي احنا الاسره مشتركه فيها مثلا، ايوه والكلام ده بيجي ناس من بره، من اولياء الامور، ولية امر تيجي وتقول لك انا مدخله ابني مدرسه خاصه اجنبيه علشان خاطر ما تهتموش بالعربي كده، انتوا مهتمين بالعربي وانا مدخله مدرسه عربي؟ فشوف مفهوم المجتمع بقى، يعني انت عندك دي والده طلبه. ايوه واكتر من مره تحصل. انت مزعلك في ايه ان احنا نهتم بالعربي زي ما بنهتم بالمواد التانيه؟ ايه اللي فيها بيضايقك؟ بتسمي ده ايه دكتوره؟ جهل مجتمعي. أو عقدة الخواجة. عقدة الخواجة صحيح. يعني لما الأم تفرح بطفلها ولذلك الولد بيطلع عايوج لسانه، ما بيعرفش ويجد أنه من الأيسر له يلحق نفسه يتكلم إنجليزي لأن هو ده اللي خد عليه. لما بيعلموهم في المدارس الأجنبية وبيخلوهم في وقت الفسحة نفسها البريك ما يتكلموش غير لغة أجنبية، ده أنتوا بتحطموا اللغة العربية كده وبتحطموا الانتماء بتاع الولد للبلد ولا لغته ولا اللغه اللي بتشكلنا احنا قوميتنا كياننا. يعني ده اسرائيل لما حبت تعمل لنفسها لغه احيت لغتها الميته، وده كان ايه؟ بسبب تنامي شعور الوطني عند اليهود، احيوا اللغه الميته اللي كانت ميته بقت حيه دلوقتي وعلى الالسنه بتستخدم في الصحافه وكده. مش قادرين احنا لغتنا الحيه اللي طول عمرها بقى لها 1400 سنه واكتر مش قادرين ان احنا نحافظ عليها؟ عايزين نمتها؟ ده دلوقتي الشباب بيكتبوا على الانترنت بالعربي، بيكتبوا بحروف اجنبيه ويعملوا للحاء ما اعرفش سبعه وما اعرفش ايه الكلام ده. صحيح. انت ملاحظه هذه؟ طبعا ملاحظه. دي مشكله خطيره، لان احنا ممكن نبقى نتحول زي تركيا، اللغه العربيه تتكتب بحروف لاتينيه زي التركيه. خلاص انتوا بتساعدوا على اماته اللغه ليه؟ ودي ماساه. طبعا ده المفروض انها القوميه بتاعتنا، ان احنا كلنا نتكاتف عشان نحيي لغتنا. وهو دكتوره وفاء من امتى لما اكتب انا مثلا النيل وعاوز يعني اضخم النيل اكتب النون وعلى النت اكتب يه 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 لام؟ من امتى الكلام ده؟ يعني تقلي يا شباب. دكتوره وفاء، هل تخيلت في يوم من الايام ان حضرتك لما تحبي يعني تعبري عن حاجة أو تعظمي حاجة تعملي ده؟ هل ده أسلوب؟ غلط. ما هي تقاليع، مش عارفة إيه يعني. أنا دلوقتي قلقة على أحوال اللغة، لأن أحوال اللغة دي هتؤدي إلى انهيار القومية بتاعتنا، انهيار وطنيتنا، إحساسنا باللغة دي ببلدنا، انتمائنا لبلدنا بيضعف. وبعدين انتماء يضعف طبعا. انا ما عنديش فين مقاومات يعني احنا دلوقتي لما نقلب اللغه العربيه ما نبعد عنها ونتكلم باللغه العاميه زي ما الناس بيقولوا ونقطع صلاتنا بيها او نتكلم باي طريقه تانية بالحروف الاجنبيه، فين التراث بتاعنا؟ احنا عندنا تراث اكتر من تراث اي امه تانية. احنا كده بنقطع ما بيننا وبين المكتوب اللي احنا عصاره العقول التي اثرت اللغه على مدى قرن 1500 سنة أو 1400 سنة، كل ده بينهار. طب ما هو ده أساسنا، ما هو دي أصالتنا، والمعلومات دي ممكن حتى نلاقيها متجددة برضو، يعني ما هياش قديمة بحيث إن احنا